بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجنة يا محمد سعيد. محمد سعيد يا سامة. عمر فك المتهمين هم جوه اصلا. حاضر هات لي محمد سعيد. محمد سعيد فين يا محمد يا سعيد؟ تعرف محمد محمود محمد محمود؟ لا ما تعرفوش؟ ما شكلتش معاه؟ ما شرحتش قتله؟ ما كانش معاك سنجه؟ لا. استخدمتها في الضرب؟ لا. انكر. اتفضل يا استاذ. الدفاع الحاضر مع المتهم طلب تعديل قيد الوصف للمادة 242 فقرة 1 و 3 عقوبات 242 فقرة 1 و 3 عقوبات مع قيدها ضد مجهول ودفع الاتهام الماثل بدفوع حاصلها. أولا الدفع بانتفاء جريمة الشروع في القتل وانتفاء حالة الشروع. ثانيا الدفع بانتفاء نية القتل. ثالثا الدفع بقدم الإصابة وتعمد المجني عليه. أن نقول عن توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه باستخدام الأجهزة الطبية الحديثة والمستخدمة في رسم العضلات وتوصيل العصب الكهربائي بحسب الوارد بتقرير الطب الشرعي، كما دفع ببطلان التقرير الطبي الابتدائي لمخالفته قرار وزير الصحة في شأن إعداد وكتابة التقارير الطبية، فضلا عن دفعه ببطلان التقرير الطبي المزعوم صدوره عن إحدى المستشفيات الخاصة، وذلك لخلوه من توقيع الطبيب وكذا مدير المستشفى، وتمسك الدفاع بأن هذا التقرير قد تم استحضاره واصطناعه بمعرفة المجني عليه دون أن تتخذ النيابة العامة إجراء في مخاطبة المستشفى المزعومة أو التأكد من صحته، كما دفع بعدم جدية التحريات وإهدار شهادة مجريها وأنها قد جاءت ترديدا لأقوال المجني عليه بذات تناقضاته، وأنها قد عجزت عن الإجابة عما طرحته النيابة العامة من أسئلة مشروعة ومنطقية بالتحقيقات، كما دفع ببطلان شهادة الشاهد الوحيد بالأوراق وهو نجل شقيقة المجني عليه المزعوم، وذلك لتعمده الكذب، لعدم وجوده على مسرح الجريمة أخذا بأقوال المجني عليه ذاته صاد 7 وصاد 9 وصاد 11 وأنها قد أمليت عليه وأنه قد تناقض مع نفسه لدى سؤاله بالتحقيقات، كما دفع بتناقض أقوال المجني عليه فيما أورده بجلستي التحقيق 6/7 وجلسة 16/11/21 و16/11/21 سنة 21
في شأن كيفية حدوث إصابته والسلوك الإجرامي المعزول للمتهم والأداة المستخدمة ووجود أو عدم وجود سمة شاهد وكذا تناقضه في شأن القصد الجنائي المعزو للمتهم بالأوراق كما دفع بالقطاع رابطة السببية فيما بين السلوك الإجرامي المعزو للمتهم والنتيجة المقيل بحدوثها وأخيرا وليس آخرا أن الواقعة صورة أخرى حجبت عن الأوراق عمدا بمعرفة المجنى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقعة المثلى تحت يمين وبصر وبصيرة المحكمة الموقرة عبارة عن محضر ضرب. محضر ضرب. بدأت الأوراق ببلاغ من المجنى عليه المزعوم. قرر لدى سؤاله بالشرطة: والله ابن أخويا كان واقف في الشارع بيلعب بلياردو، جه عيل صغير غلس عليه، مسكه ضربه. جه أخوه الكبير اللي هو المتهم الماسك، مسك اللي هو بيقول ابن اختي الصغير ده اللي اكتشفنا من التحقيقات ان هو عنده 17 سنه، طلع يجري ويستنجد بيا، دخل البيت عندهم. المتهم الناس العزا اليه المجنى عليه المزعوم ان هو الراجل، حصل بينا وبين بعض خناقه، عورني، استحضر سلاح ابيض وقام بالاعتداء عليا بالضرب واحدث اصابتين، اصابه باليد اليمنى وإصابة باليد اليسرى. قرر بعد ذلك إن لما حصلت الإصابة مع عليكم راح الراجل جرى على مستشفى أم المصريين، والله أنا متعور، قالوا له مفيش دكتور تجميل، راح مركز طبي خاص بحسب ما زعم وعاد حاملا تقريرا من المركز الطبي الخاص، ثم ذهب لسؤاله بالتحقيقات. الواقعة المثلى أمام المحكمة الموقرة من بداياتها المجنى عليه المزعوم بيقول إن هي خناقة، وإن المتهم الناصر قاصدا من الألف إلى الياء إن هو يضربني. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان ليه كلمة طيبة بيقول إن النفس الخبيثة هي التي تبتدئ دائما من صغائر الأمور ثم تصعد في العداوة، زي المجنى على المزعوم بدأها شرطة قال هو قصده يضربني، ثم بجلسة التحقيق الأولى ده هو عايز يضربني ويعورني ويمكن يعمل لي عاهة، ثم لدى تكرار ذهابه بعد كده مع المشارك المحكمة الموقرة للنيابة قرر إن هو عايز يضيف أقوال ويقول والله ده هو كان قصده إن هو يموت. بدأ من ضربي، بعد كده أحداث إصابتي، بعد كده عاهة، بعد كده لا ده عايز يموت. فين دليلك على الكلام ده كله؟ ما هو لازم في دليل. قال يا معالي المستشار الجليل أمرين، الأمر الأول هو التقرير الطبي المزعوم. وكيل النيابة بيقول له تروح طب شرعي، ترغب في توقيع كشف الطب؟ قال لك آه والله أنا عايز أروح. راح الطب الشرعي. في ضمادات حوالين يده. الطبيب قال طلع على الاوراق، الاول راح المستشفى بالتقرير اللي هو عامله في المستشفى الخاصه اللي لا نعلم له اصل، يعني لا في استعلام نيابه ولا في توقيع طبيب اقدر استدعيه واناقشه ولا في اي دليل يستدل بيه عليه. خد التقرير ده الاول بعليكم وراح المستشفى ام المصريين، الطبيب الموجود بالمخالفه لقرار وزير الصحه اصطنع له تقرير طبي ابتدائي، قال بما ورد بما لديه وحاضر استحضره معاه من تقرير طبي خاص، تبين ان حسب الوارد في التقرير الطبي الخاص والله ده في اصابه 1 2 3 اللي هو نقل اللي موجود في التقرير وكتبه في التقرير الابتدائي مصطنعا له دليل. هو النهارده وقع كشف طبي عليه، كشف عليه لا، قال ده هو يستتبع بعد كده كشف طبي معرفه الطب الشرعي لبيان ان ما كان فيه قطع اوتار، ان ما كان فيه اصابه والى اخره. النهارده المجنى عليه لما راح الطب الشرعي يا معلم الشرعي الجليل المحكمه الموقره عمل ايه؟ الطبيب الشرعي قال له انت المفروض ان انت هيتعمل لك دلوقتي اشاعه يستبين منها اذا كان في هناك صله وتوصيل للاوتار
رسم كهربي للأعصاب إذا كان في إصابة ولا لا. عندما علم المجنى عليه يا معالي المشرق المحكمة الموقرة إن هناك أجهزة طبية حديثة ستقوم بكشف معاليكم ما قرر إن في إصابة، عرج وعمد معاليكم للهروب من توقيع كشف الطبي بوكيل النيابه. بيساله هل ترغب تاني مره تحقيق معالي مسلم؟ هو قدم طلب لاضافه اقوال، انت عندك استعداد تروح تكمل الكشف الطبي؟ قال له لا انا بتنازل من مشروع كشف الطبي. ليه مش عايز يروح؟ ليه يا معالي مسلم؟ ده سؤال منطقي، لان معاليكم الاصابه اللي موجوده فيه اصابه قديمه. اصابه قديمه بدليل ايه يا معالي المستشار؟ ان انا ما عنديش دليل طبي معاليكم يطمئن اليه او محرر معاليكم طبقا لصحه القانون. ما النهارده المرجع معاليكم في التقارير الطبيه هو قرار وزير الصحه الخاص بشان وكيفيه اعداد وكتابه التقارير الطبيه. ما التقارير الطبي النهارده في معاليكم تقارير تستخرج عبثا عبثا عن طريق بعض الحلقات ده لو كانت صادره من مستشفى حكومي. انا عندي النهارده تقرير جاي من مستشفى خاص مزعومه النيابه العامه لم تستاكد معاليكم من صحه اصدار التقرير للمركز الطبي المزعوم. انا ممكن يكون التقرير ده كله وهمي ومفيش مركز بالاسم ده، انا ايه دليلي؟ لا عندي توقيع طبيب اقدر استخدمه واناقشه، ولا عندي توقيع مدير مستشفى، ده تقرير مصطنع يا معالي المستشار. يبقى اذا مساله الاصابه المبدئيه فيها شك. اتنين يا معالي المستشار، ليه ما موجود بالاوراق؟ هو النهارده بيقول ان انا عندي حاله ان هو كان عايز يموتني، اللي هو بعد كده جري ورا الظابط وقال نفس الكلام واحل على هذا الاساس. ايه هي حاله الشروع المزعومه؟ النهارده هو واقف قصادي بيقول ان هو بيضربني معاليكم. الاول قال بسنجه، بعد كده رجع قال سنجتين، بعد كده قال ده سنجه ورجع جاب كاسلك تاني، ضربني على اطراف ايدي. مكان حدوث الاصابه يستحيل فيها ان احنا نقول ان هو مكان مميت. ما هو النهارده معاليكم مظاهر نيه القتل ايه؟ يا اما انا هضربك في مكان فيه مقتل معاليك وهوالي لاعتداء عليك، يا اما الضرب بتاعي هيكون بالك حد من الجسامه اللي انا اقدر اجزم بيها ان كانت نيتك انك تقتلني حتى لو كان المكان ده مش مات. النهارده الاصابات معاليكم بسيطه، المفروض ان انا معايا سلاح زي ما هو بيقول وبضربه بسنجتين. سنجتين يا معلم مش هضربه بيهم، هعوره في ايده الشمال وايده اليمين بعد الاصابات البسيطه. طب انا ما كملتش ليه لما انا عايز اموتك يا عم؟ ما انت قصادي وانا معايا سنجتين زي ما هو قال. طب ما من السهل معاليكم ان اقضي على حياتك لمده الواقع بحسب ما قرر المجني عليه تحقيقا، قال ده هيقعد 5 دقايق. طب هو النهارده ما كملش ليه؟ ما هو كان بيساله هو كان في مقدرته ان هو يولي اعتداء؟ قال له اه. طب هو ما ضربش ليه؟ قال اصل هو شاف الدم جري. يعني هو أصيب بحالة من الهلع والفزع لدى مشاهدة الدماء المجنى عليه المزعومة فلازم الفرار. بعد كده رجع في رواية تانية وأكد نفس الكلام، قال ده هو عايز يضربني، ده سؤاله تحقيقا أول مرة. جه بعد كده لما حبب عليكم بعد كده لا يستكمل الدفاع الشرعي اللي هو الطب الشرعي اللي هيستمين منه مدى تلفيقه، فعمد لاختراع نية القتل دي يا معالي المستشار بإضافة أقوال جديدة بالتحقيقات. طب هو ليه النهارده؟ ليه النهارده عايز يقتلك؟ عرفت منين انه عايز يقتلك؟ قال اصل هو كان عايز يضربني على دماغي بس انا حطيت ايدي فجات الاصابه في ايدي. طب ما انت قصاده ما كملش ليه؟ اذا تنعدم نيه القتل وتنعدم هنا حتى الشروع. النيابه بتقول في امر الاحاله يا معالي المشرق المحكمه الموقره انه قد خاب اثر جريمتي. ليه؟ ليه يا نيابه بتقولي اثر خاب اثر جريمتي ليه؟ النيابه ترى ان اثر الجريمه قد خاب ليه؟ قالت لمداركتي خاب وهو مداركه المجني عليه بالعلاج. اولا مداركه بالعلاج وحتى لو لم يتم مداركته عليكم لم تكن الاصابه في مقتل ولم يكن المجني عليه ينسب حتى الوفاه ولم تكن الامر بالخطوره المزعومه، دي كانت جرح الضرب على اكبر فرد ممكن يتقال. اثنين يا معالي المستشار انعدمت حاله الشروع، انعدمت نيه القتل. ما هو الامر الثاني؟ المجني عليه المزعوم يا معالي المستشار ارتكن لروايه مين؟ ابن اخته. جابوا انت ابن اخته ده مع المشار؟ لا ده سؤال المرة الأخيرة بالتحقيقات. عندما هرب من توقيع كشف الطبي معاليكم الطب الشرعي فعمد لصياغة اتهام جديد. ايه هو؟ ان هو عايز يقتلني وجاب ابن اخته. طب ابن اخته ده كذاب من كلامه هو مش من عندياتي، دليل ايه؟ عندما معاليكم في الأوراق أقوال المجني عليه لما اتسأل في جلسة تحقيق، أنا بعتمد على تحقيق النيابة وليس الشرطة، لما اتسال من بيه وكيل النيابه من كان برفقتك الى ذاكر وقت الاعتداء جاء صوت 7 قال انا كنت لوحدي عشان دخلت ابن اختي
علي اشرف احمد البيت، يعني هو ابن اخته دخل البيت ما شافش وقع التهديد اللي هي قاعد على كلامه خمس دقايق. خمس دقايق اللي حصلت فيهم الواقع، الشاهد اللي جاي يشهد ده كان جوه البيت. طب شاف ازاي؟ شاف ازاي؟ لم يكن هناك رؤيه، وهو الذي قرر ثم اعاد ذات الشاهد وقرر ايضا بجلسه تحقيق اخرى. قال لي يا معلم المستشار صفحه 11 من كان برفقتك؟ انا طلعت اجري منه لحد ما وصلت عند بيت خالي اللي هو المجن اللي هو الشاهد ده مع المستشار، وكان واقف بره وانا دخلت جوه البيت. يعني الشاهد بيقول انا دخلت جوه البيت، المجن عليه بيقول هو دخل جوه البيت. طب هو شاف ازاي؟ القول الذي قال به لدى سؤاله بالتحقيقات هو مملي عليه بدليل ايه يا معلم المستشار؟ جاي المكان وقرر قال لي خفض اقواله عن بكره ابيها قد جاءت مطابقه للرواية الثانية للمجنى عليه بما فيها من تناقضات. أول تناقض إيه؟ كيفية حدوث الواقع اللي هو السلوك الإجرامي المأذن المتهم البائس خلف القضبان. هذا البائس يا معالي المستشار خلف القضبان السلوك الإجرامي للمجنى عليه المزعوم قال به. قال والله ده هو في الأول كان عايز يضرب ابن أختي عشان ضرب أخوه الصغير فجري وراه، فابن أختي قام جاي زقه وضربه، الولد جري وراه عايز يضربه فانا وقفت قصاده واتشكلت معاه، وبعد كده هو راح البيت جاب سنج وجي عورني. دي روايه. روايه تانيه قال لا ده هو كان جاي معاه سنجتين عشان يضربه. طب جاي عشان يضرب الولد الصغير معاه سنجتين ازاي؟ رجع روايه تالت ده لما الناس اتلمت وهو كان معاه سنجه واحده لا عمل ايه؟ رجع البيت جاب السنجتين بعد كده مشي راح فين؟ قال دخل بيته. النهارده لو انا مصاب هذه الاصابه الخطيره ازاي ضابط المباحث هيقعد في القسم وهيسيبوني؟ فين مغمر المنطقة؟ فين المباحث؟ يعني واقعة زي دي هيقعد يعور ويقطع في خلق الله وهيسيبوه؟ الواقعة برمتها ملفقة. ليه ملفقة؟ لأن مفيش إصابة أصلاً، ما عنديش دليل طبي يعتمد عليه. الجهة الطبية الوحيدة التي يمكن أن يعتمد عليها سواء كانت تاريخ طبي حكومي أو تاريخ طبي شرعي منعدمة بالأوراق وعامل المجني عليه المزعوم ليه؟ لأن الواقعة ملفقة ومفيش إصابة. عن التردد على الطب الشرعي معامل ايه؟ قال لك تخليها شروع في قتل عشان القتل مش عايش تقرير طب شرعي، ما شروع وانا عايش، ما انا عايش انا ما متش، تقرير طب شرعي فين؟ ما فيش تقرير طب شرعي. عمل بعد كده ان هو يغرم عليكم ان هو يقوم بتاكيد الواقعه الملفقه بالاستناد للنقط اللي جت روايته مع عليكم جازمه. ما هو انا باكد نفس الامر الثاني مع المشروع. طيب ما عليك، ما هي الواقعة مشهور واقع محضر ضرب، محضر ضرب، جاء على سبيل الخطأ ومن حسن حظ المتهم إن هو أتى ما عليكم أمام عدلكم، ده من حسن حظ المتهم يا معالي المستشار. يا معالي المستشار اللي ما يطرأ على عدالتكم. اهدى بس شوية. حاضر. كل عام عليكم بخير يا فندم، كل عام عليكم بخير. يا معالي المستشار أصلين البراءة واحتياطياً عقابه على جنح الضرب. أخذ الجلسة. ماشي يا فندم، شكراً وأسف للإطالة يا فندم.